الذي سيكون عليه الضغط بعد طرد هجوم خطير في هذه اللحظة. الشباب المسير تصدي بالعايبة هدف ثاني لشباب المسيرة. إذن هدف ثاني لشباب المسيرة في حدود الدقيقة 31. بلال التالي يستغل كرة تردها العارضة بعد تسديدة أمين الترافح. إذن تسديدة أمين الترافح تصطدم بالعارضة وبلال التالي مهاجم فريق شباب المسيرة يستغل الكرة وبذلك يوقع الهدف الثاني في هذه المواجهة. مباراة غريبة، أقول غريبة لأنه لم تسجل محاولات كثيرة، لكن هناك معطيات فاجأت الفريقان معا. فريق شباب المسيرة سجل مع البداية، التعديل سيعود من وداد فاس وبعدها سيكون هدف ثاني، لكن يبقى من الأشياء التي ميزت هذا الشوط هو طرد لاعبين، لاعب من كل فريق، طرد عزيز جنيد من شباب المسيرة وكذلك أنس عزيم من صفوف فريق الوداد الرياضي الفاسي. إذن مباراة الآن يمكن أن نقول بأنها مشوقة اعتبار أنه سننتظر ردة فعل الفريقان معا مع تولي الدقائق.